هلا اذا قبض النوم هيك يعني الصالون اكيد حيكون كثير حلو. بدنا نشوف انا وياك الصالون اكيد. لا واو كثير حلو. حلو كثير واو. مش بيتي اصلا. عن جد ما كانه بيتك. ايه عن جد ما كانه بيتي. يعني تركت شيء وجيت على شيء ثاني. هيدا هو التجديد ببروجرامنا. تفضلي شوفي لنا هالصوفيات اذا مريحين. شو اكثر شيء حبيتي بالبيت؟ صراحه كثير مبسوطه. البيت كله تغير عن جد ما كانه بيتي. صار اشرح صار اوسع. الاولاد كثير انبسطوا باوضه النوم تبعهم. انا انبسطت باوضتي صارت اوسع كمان. انا بهمني كثير الاولاد يعني اكيد انت بهمني امرك وهيك، بس انا اكثر البيوت اللي باخذها بنقي يكون فيها اولاد، بقول انه زبط لهم بيتهم ليكبروا ببيت كثير مريح، تكون غرفه النوم تبعهم حلوه وشرحها مثل ما هن بدهم، ما يحسوا حالهم انقص من اصحابهم. لهيك كثير بركز بحلقاتي على الاولاد. حتى نور كانت تنام معي يعني هلا انه صار فيها تنام بالاوضه جوا مع علي. لانه الاوضه قبل ما كانت كثير مريحه فكانت تنام حدي. انا باول حلقه ما تعرفت علي، هلا تعرفت عليه وهو حدا كثير مهضوم. فينا نعيط لهم؟ ايه علي. البيت كله صالون برا اوضه القعده كثير فرق علي ما كانه بيتي. كثير حلو كثير مضوى كثير واسع صار. فتوا على الاوضه وما تظهرتوا هالقد مبسوطين بغرفتكم الجديده؟ كثير حلو. رح تبطلي تنامي حد امك يعني هلا بفهم مني؟ خلاص صار عندك اوضه لحالي. شو رايك بغرفتك؟ قولي لنا هيك شوي. كثير حلوه كثير غير عن قبل. يعني هلا صار فين يجي رفقاتي يناموا عندي نقعد. شي مرة اجى حدا من صاحباتك نام عندك قبل؟ ايه؟ وين؟ ما انت بتنامي حد امك، وين كنت تنايميهم؟ هون بالصالون؟ قبل ما يطلع الانفجار، كان بيتكم حلو؟ هلا احلى او قبل الانفجار 4 آب احلى؟ لا هلا احلى. احلى؟ حبيتي الالوان، حبيتي كل شيء، شفتي الوان وشو مريحة وفرحة البيت؟ اوكي، يعني صار فينا نعزم رفقاتنا يجوا لعنا ونسهر بالبيت وهيك. ومثل ما طلبتي انت طلبتي غساله وبراد وصلوا صاروا مزفوط. عرفت انه وصلوا اليوم صاروا بالمطبخ، وحتى بالحمام كانت المغسله كثير قديمه غيرناها وطلبت من السنجري يركب واحده جديده. مزبوط. رنا انا كثير انبسطت اني تعرفت عليكي وعنور وعلي، واكثر مبسوطه لانه انتم حبيتوا كل شيء غيرنا لكم اياه هون بالبيت، وخصوصي هيدا البيت انه تأذى كثير بانفجار 4 آب وما حدا ساعدكم، كان فرشكم كثير قديم وبس اللي كان معمول بالبيت انه مدهون، وحتى الدهان كان مش كثير منيح معمول بوجه واحد، لهيك نحن غيرنا كل شيء بالبيت وانبسطت بالنتيجه من كل قلبي لانه انتم يعني مبين قد ايه سعيدين بكل شيء عملناه بالبيت. ميرسي عن جد. ايه كثير حبينا البيت، حبينا كل التغيير اللي صار، صار البيت احلى، صار في ضوء اكثر، كان قبل يمكن شوي عجيق، صار ارتب، صار احلى، ميرسي والله يقويكم. وفرشك القديم خلصنا منه كبيناه كله، ما بدنا نتذكر منه شيء ابدا. كثير مبسوطه ومبسوطه بشكلي، حاسه حالي صغرت 10 سنين، وجهي صار اروق، صار احلى. مبسوطة بكل شيء. ثانك يو كلكم زوق. بكل حلقة عم نزور عائلة جديدة، وبهيدي الحلقة يعني جربت من كل قلبي نشتغلها مثل ما هي بدها، لأنه البيت كثير تضرر بانفجار 4 آب، وأنا وقت سمعت هيك إنه ما حدا إجا ساعدها غير بشوية دهان، فقررت إني استلم البيت كله فروم A تو Z، وإن شاء الله تكونوا حبيتوا كل شيء غيرناه بهيدا البيت وكل شيء جددناه. هلا مثل ما شفتوا هن كثير مبسوطين بالنتيجه، وانا من كل قلبي اشتغلت ومبسوطه اكثر منه. طيب انا هلا بدي استاذن، لانه بتعرفي انت ببرنامج داليا والتجديد عنا كثير ورش وكثير ناس بحاجه انه نوصل ونساعدها، لهيك انا بدي امشي على بكير. انبسطت تعرفت عليكم ونحن كمان.